لا تتحرك الأجهزة الأمنية في طرابلس بخطوات استباقية لتدارك أي خرق أمني كالخرق المفجع المؤلم الذي فجر عواطف المواطنين وغضبهم وبين الثقوب الكبيرة الكثيرة في أمن طرابلس التي يحاول المسيطرون عليها جعلها مدينة الأمن والأمان. تحركات وزارة الداخلية والوزير المفوض فتحي بشاغة لمعالجة الجريمة البشعة الذي حركت ضده الرأي العام ومنه المصطف مع حكومة الوفاق كانت تحركات بحسب مختصين تهدف لحفظ ماء الوجه وقطع الطريق أمام من يريدون استغلالها ضده خصوصا من قادة التشكيلات المسلحة. خطوة وزارة الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية والتحرك ضد من وصفتهم الخارجين عن القانون هو اعتراف ضمني بأن طرابلس تعج بأمثال قتلة البكوش وتؤكد ضمنا أن هذه الجريمة التي وثقتها كاميرا بمحض صدفة تعد واحدة من عشرات الجرائم التي تمت في الخفاء ودون توثيق، وتؤكد بشكل كبير كذلك أن سياسة الداخلية في التعامل مع الحادثة هي سياسة التعامل مع النتائج لا مع المسببات التي ما تزال موجودة ومتوفرة متمثلة في تكديس الأسلحة وانتشار المجاميع المسلحة وضخ الأموال لها. قيل عن الحادثة الكثير، ومن ضمن ما قيل إن الذين قتلوا البكوش وأصابوا شقيقة منتسبون لتشكيل مسلح يقاتل ضمن تشكيلات حكومة الوفاق المعترف بها والتي يثني عليها فايز السراج في كل مناسبة ويقدم لها الامتيازات ويصرف لها مئات الملايين من الدينارات، أي إنها حين تدخل جبهات القتال تصبح منزهة عن كل خطيئة، وحين تتوغل في عمق العاصمة وتنصهر مع المواطنين تصبح مجرمة خارجة عن القانون، وهو ما يفسر قطعا على أنه ازدواجية معايير وضحك على عقول الناس.